وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا: يا حنانيا. فقال: هانذا يا رب. فقال له الرب: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لأنه هو ذا يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا ووضع يديه عليه لكي يبصر. أعمال الرسل صح 9 الآيات 10 إلى 12. بالنسبة لتلاميذ المسيح ومنهم حنانيا، شاول كان بالنسبة لهم يعتبر إرهابي، يدور على المسيحيين وأتباع الطريق علشان يضطهدهم ويقتلهم ويسجنهم. فكيف هو شعور حنانيا لما طلب منه الرب مقابلة شاول؟ تخيل نفسك مكان حنانيا، كيف حيكون شعورك؟ أو علشان نقرب الفكرة أكثر، تخيل أن الله يتكلم الآن معك ويقول لك: روح إلى المكان الفلاني عشان تقابل مثلا أبو بكر البغدادي أو بن لادن رئيس القاعدة لأنه آمن بالمسيح. كيف حيكون شعورك؟ هل حتقابله؟ التحدي الأكبر أمام شاول هو أنه حيبشر اليهود أبناء جلدته للمسيح حسب الآية 15. علشان كده حيكون اضطهاده عنيف. فهل أنت تبشر أهل بيتك بعد ما آمنت بالمسيح؟ هل بشرت زوجتك وعيالك وأبوك وأمك وأخوتك للمسيح؟ هل تم اضطهادك بعد إيمانك مباشرة أو بعد زمن؟ هل اضطهدت لأنك بشرت بالمسيح أو لسبب آخر؟ هل ممكن تتخيل أنه زوجتك وعيالك وأهلك بجهنم وأنت تستمتع بالملكوت؟ خذ قرارك اليوم واشتغل على أهلك، هدول هم ذبيحتك الأولى، وبعدين تكسبهم وتكون حياتك كلها بركة في بركة. وبركناكم من بيت الرب. قولوا آمين. آمين.